السلام عليكم ورحمة الله متتبعي جريدة عبدوري. اليوم كنتواجدوا أمام قبة البرلمان. المنظمة المغربية لحماية المال العام في الجنوب الجزائري أثناء أمام قبة البرلمان. تاني مطلب يا شباب حق الشغل والإضراب ثالث مطلب يا عمال والشكايات قانونية اسمعها يا ولد.
وهبي سمح سمح يا وهبي سمح يا وهبي سمح يا وهبي ضرب النيد هل هو دربي 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 يا وهبي سمح سمح يا وهبي ضرب النيد هل هو دربي ضرب النيد هل هو دربي والمواطن احتش احتش والمواطن احتش والمواطن احتج احتج بركة ما تتفرج بركة ما تتفرج والمواطن احتج احتج المواطن احتج احتج وبركة ما تتفرج بركة ما تتفرج وبالوحدة والتضامن بالوحدة والتضامن بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون وبالوحدة 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 والتضامن وبالوحدة والتضامن وبالوحدة والتضامن وبالوحدة والتضامن وبالوحدة والتضامن الحكومة نائمة الحكومة نائمة والحكومة نائمة الحكومة نائمة والأزمات قائمة شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المشاهدة إلى بتم مباشرة.